بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. النهاردة هنلعب لعبة ازاي تخنق جارك الاصلية. دي لعبة يمكن معظمكم عارفينها بالظبط، دي اللي هي لعبة هالو نيبر الاصلية، اللي هي هالو نيبر بجد بقى، يمكن اساس هالو نيبر اللي احنا نعرفه دلوقتي. ازاي تخنق جارك لو ما تعرفوش، هي اللعبة دي يعني لعبة كتير مننا كنا بنلعبها واحنا صغيرين على الكمبيوترات. مسني اه يا عشان كده في ناس كتير كنت بلعبها كتير وانا صغيره، وانا فاكرها كويس جدا على الكمبيوترات قبل اللابات وكده. Do not worry when losing a life. Luckily you have 3 of them. عندي 3. بيجي هنا. اهو. اوكي انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انا بصراحه مش فاكره اللعبه قوي يعني بصراحه. بتستخبي لو جه وبتعملي مقالب فيه وكده، انا فاكره. بس انا مش عارفه ما فيه مقلب ازاي يعني. مثلا تحطي له حاجه في الحمام مثلا، والدولاب تقربي تستخبي فيه. هو استخبيت، هو فين دلوقتي؟ بص من الشباك. هينزل تحت. النبر بتاع دلوقتي شكله احسن بكتير، ده شايفه منظره، ده شكله تحفه. انت مش عارفه ده بيطلب بيتزا يوميا ولا ايه؟ ده المفروض يعني ده شكله بيطلب بيتزا يوميا. لا ما تخافيش ده مش نازل. هو انا المفروض اعمل ايه؟ طيب انا تعملي فيه مقالب. انا مش عارفه اعمل فيه مقالب ازاي. مثلا في حاجه في الحمام يعني. هو راح اعمل ايه؟ طب في حاجات هنا في الحمام، تحطي له مثلا شامبو في الحمام نفسه، تحطي له حاجه تضيع شعره في الحمام. هيمسكني كده. انت هتموتي نفسك كده. انا مش عارفه اعملها ازاي. لا وده حدفني تاني. طب هو جالي كده. انزل تحت بسرعه. بصي منظرك فوق. شكلي صعب قوي بسرعه. يتر اعمل ايه؟ طب نشوف حاجه. go to living room. هو دلوقتي بيقول لي go to living room. ما هو فيها لما يروح في حته بعيد. اوكي هو دلوقتي رايح في حته بعيد. ايش رحت living room دلوقتي اعمل ايه؟ go to hall. فين؟ طب هنزل هول. هول بعد ما رحت الهول بيقولي go to living room. هو انت عملتي ايه؟ رجليكي متوسخه يعني ولا ايه؟ open chest of drawer. لحظه واحده، يعني هنا ممكن اي حاجات. انا فهمت دلوقتي هو عايز يعمل ايه. مقلب كلاسيكي جدا. ايش دلوقتي انا عايزة يقوم دلوقتي يتفرج على التلفزيون، وشكله بيطلب بيتزا يوميا. اطلعي. هطلع دلوقتي. طبعا دلوقتي اجيب دي بسرعة واحطها له هنا. تمام بسرعة انزل تحت. اخيرا انا عرفت اعمل حاجة. استخبى احتياطي عشان في حالة لو نزل دلوقتي هو جاي هيقعد على الكرسي. و let the show begin. After you have successfully set up a trick you can take a break from the action and enjoy the show. okay. انا مستخبية الحمد لله. هو جوال بتاع ده. طيب دلوقتي انا يا ترى هعمل ايه؟ تعصب شويه وبعديها رجع لطبيعته. هو ده جاي الحمام بيقول لك جو تو باثروم. شوف اي حاجه بتتفتح. هو ماله بقى قاعد فوق؟ بس يمكن عشان الليفل اللي يبقى سهل شويه عليك. تليفون. طب هنا open chest of drawers برضو تاني. شوف فيش حاجة خالص. طب اجرب اطلع فوق بسرعة. ممكن اخد البتاع دي. طب افتح التلاجة مثلا. اها لقيت حاجة. هنزل تحت بسرعة. هتحطي له غسل الحمام؟ لا ما اظنش. طب انا معايا بيضة دلوقتي اعمل ايه بالبيضة دي؟ احطها له برضو على الكرسي.
ليه لا؟ دي تبقى فظيعة. ايه ده هو مسكني ليه؟ انا كنت تحت. اه دي كانت هتبقى فكرة روعة. اه ايه ده؟ انا مش فاكر اللعبة كانت ريستارت. ستارت جيم. هرب لا من الاول. ايه ده؟ شبه توم وجيري على فكرة. Neighbors back from hell. طب ازاي دخل الباب اصلا من الاول؟ مش هخش دلوقتي. جيبي له بيضة. هجيب تاني زي البتاعة دي. هبتدي من الاول. بعدين اول ما يعوز يطلع الناحية التانية هحطها له. بعدين هجيب البيضة. بعدين هحاول اشوف هعمل ايه كده يعني. دلوقتي. شي ربينا نطلع حين بيرن. بعد اجيب دي احطها على الكرسي. بعدين بسرعة انزل. وبعدين بسرعة استخبى. بس. المرة الجاية نحط له بيضة على الكرسي. بعدين هو دلوقتي جاي حالا عشان هيقعد. مصيبة. اتعصم. شكله متكوم متعصم. دلوقتي انا عايزة اعمل المقلب التاني. هو ممكن يكون في حاجات في درج المطبخ. ما مش احنا لقينا بيض. يبقى نحط له بيض على الكرسي ده. يبقى موضوع فظيع لو نفع. بس اصل ده يعني ما يعني مقلب شبيه بيه قوي. ف يمكن انت تقدري تبدعي في البتاعة. خليه يرجع تاني. انا اطلع دلوقتي. هشوف بقى ايه في حاجة هنا. في مايكرويف. استنى. مايكرويف افرتت. اكس اكسبلود في المايكرويف. طيب دلوقتي انا خدت بيضة بسرعة. انزل تحت. بسرعة الريح. واستخبى في دي بسرعة الريح. واتمنى انه ما يمسكنيش. في الوقت المناسب. اصلا انا هنا تحت فانا مش عارفة اللي هو هيمسكني ازاي. ما بينزلش. اوكي. تحت ده الامان بتاعك. هو ليه كل شوية رايح عند التلفزيون ورايح يبص من الشباك. صدقني مش عارف. ما بيستقرش على حاجة. دلوقتي انا اقدر اطلع حالا. نحط له بيض في المايكرويف. نحط له البيضة في المايكرويف. هات البيضة بسرعة. نحطها في المايكرويف. بسرعة انزل 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 بسرعة انزل بسرعة انزل بسرعة انزل بسرعة انزل بسرعة انزل بسرعة. بعدين نخش جوه بتاعتي بسرعة. يا لهوي. بصي ما شكل المايكرويف بقى. دلوقتي هو داخل. هينفجر في وشه وهو بيدخل وبيعمل ايه. انا افتكرت هتنفجر في وشه دي كده. هتنفجر في وشه غالبا دلوقتي. Goals. After successfully reaching your goal, you are free to secure your score by heading through the front door or exit points. ماشي. يعني انا اقدر امشي؟ ايوه كان في لوك. Exit level. دلوقتي انا كده برا. هو كل شوية هيسافر ولا ايه؟ نجحنا في صنع المقال. ايه ده؟ كده بقى هو مبسوط بقى عمل مقالب. بصي مناخيره شكلها روعة. مناخيره فعلا شكلها تحفة. كونتينيو. ابل باي. انا ممكن انا اختار الادوار كمان. طب باك. اختار انهي واحده؟ اول واحده. ذا فيرست تريك. احنا خلصناها اول. تعالي نعمل وهو بيستحمى. دي فظيعه. بس ده هيبقى تحت. فهيبقى صعب حبتين. تعالى نجرب بتاع التي في افترنون دي. هتفجر التلفزيون. اوه ده اللعبه هتبقى بالليل كمان. دي تبقى فظيعه. انا بحب الليل اكتر من الصبح بصراحه. وانا. ورجعنا تاني بمقالبنا العظيمه. دلوقتي هنبتدي نعمل مقالب ازاي. نشوف الاول الدروج فيها حاجه. نقينا فيها منشار. منشار بقى يا ترى هنعمل بيها ايه؟ انا شايف ازايز. هل هتفتحيها او هتفور فيه؟ احنا ممكن نعمل بالمنشار في الكرسي مثلا. اوهو. بس ايه ده؟ دي بتاخد وقت. اه هتمسك. اه
خسرتي يا لو شايفه بيلطش فيك ازاي يا لا ده حدف يا لهوي. طب ممكن اعمل ايه تاني في الازايز؟ اجرب في الازايز. طب في الميكروويف انزل تحت بسرعه تتمسك يا لهوي. بدات اللعبه. طب اجرب اطلع فوق وازي ونعملها في الكرسي. نحاول 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 في الكرسي تاني. واول ما ايه ده جاي ده جاي ده جاي صعب قوي. طب ما تستقر في مكان احسن لك المطبخ. من فوق لتحت من فوق لتحت. طيب هجرب اطلع فوق. قصدك من هنا لهنا علشان انت اللي من فوق لتحت. جرب اشوف حاجه جوه الميكرويف. شوف حاجه جوه الثلاجه. طيب لقيت حاجه كويسه. طيب بيضة. انزل تحت بسرعه. يا لهوي صعبة قوي. ازاي بتعرفي انه جاي؟ تحت هنا مكتوب يبقى. كرشه فاضي. ماشي دلوقتي هطلع فوق تاني اشوف البيضة دي ممكن اعملها في الميكرويف برضو. يا سريعة. انزل تحت بقى. في الوقت بقى انا ممكن هو بيعمل فيه مصايف في الميكرويف. انا ممكن استغل الوقت بس مش ده. مش لازم تتفرجي عليها ولا مش عارف. ما بينزلش تحت مش لازم تستخبى. طب حاولي تطلعي. لازم تطلعي. ايوه ايوه اوه تمام. ايوه بالظبط كده. شوف الناحيه دي. مش هلحق. تفتكري يكون لحق اتمشى ولا لما يقعد عليه؟ طب هعمل ايه؟ ممكن احاول اطلع تاني واعمل نفس المقلب. هو كل اللي في الثلاجه بيض بس. طب في حاجه ده جاي. صعبة قوي. صعبة قوي. ده راجل رخم بس لعبة روعة. طب اشوف في الحمام ممكن الاقي اي حاجة في الحمام. الحمام نفسه مناديل. هل ممكن تربطيه بالمناديل؟ لا 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 لا. ايوه ماشي. ممكن اطلع فوق واستعمل المناديل مع الازايز. تلف الازايز ما ينفعش. الميكروويف. طب استنى ما يا لهوي. انا صوت. طب ماشي ممكن اجرب اطلع فوق تاني ونشوف. يمكن بجرب. ده جاي. يا لهوي ده راجل رخم. صعبة قوي بجد. ايه ده؟ نستنى لما يروح الناحية التانية عشان نجرب. هحاول اجرب الف الاول ورق الحمام يا مع التلفزيون يا على الكرسي. فهشوف اللي هينفع. هو غالبا هيبقى في التلفزيون. نجرب. هل دي سريع؟ طب اعملي الكرسي. اعملي المنشار. دي فرصة. مش فرصة. بيجي بسرعة. منشار ينفع مع البيانو. ما فكرتش في الفكره دي بس ممكن المنشار ينفع مع البيانو. صح. هو عنده بيانو. ايه ده عنده بيانو اهو. انت كل ده مش عارف ان ده بيانو. انا ما لاحظتش قوي. ماشي اهو طالع. اول ما بيخش من هنا بالظبط انا اطلع بقى. ماشي اجرب الاول تويلت بيبر مع البيانو. طيب المنشار مع البيانو. طب ما تعملي المنشار هنا احسن عشان يقع ويتكسر واحنا نرتاح. منشور مع ده. صعب قوي. ايه ده بجد. استحسن لما يدخل تاني يستعملي منشار. ما علينا. باي اصحابي. يا بكم فيديو عجبكم كنت تسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مزيد فيديوهاتنا. باي.